اهلا بيك سليم، واهلا بكل مستمعين اكسبريس افير. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ ولا الحمد لله، الحمد لله يا رب. اش عامل فيك رمضان؟ لا لباس لباس الحمد لله. تهنيت على البيبي نتاعك ساعة، مش ما عادش بيبي، عام ونص بطل، ما عادش عام وثلاثة شهور. خليتك تشري له في الحوايج، كنت حوايج لعيب. كوليكسيون جديدة اليوم هبطت، فرحت بيه الحمد لله. هو كهو ولا امه زادة؟ هم مزيان، هنصحهم بعد ربع منير. بصح وين بصح؟ والله مازال ما فما شيء. بس زلقت انت تو باللول، قلت لي خلينا نصحوا بعض. اي مازال ما فما شيء، فهمت؟ باهي تو نحكيو من بعد. شو عامل فيك رمضان؟ والله الحمد لله، الحمد لله يا ربي خويا، شر كريم خويا، الحمد لله يا ربي. كيفاش تعدي النهار في رمضان؟ والله نصبح راقد، نقوم مد ساعة نوام. نوام اي ماني نسهر مع الطفل، مع ولدي هذاك عليه، فهمت؟ مع ولدك؟ قوم مدسة نمشي نقضي شوية، كما نقضي لدارنا، نقضي للوالدة، نعمل دورة في الحومة ومن بعد نروح. ما زلت سكنة في ملازيم؟ ما نقلتش؟ لا لا نقلت، أما ديما مخي في ملازيم، نقلت نسكن في باردو توا، أما ديما نطلع على ولاد حومتي، ديما نقعد ديجا في رمضان ديما في حومتي. أنت توا عروس عندك كيف 4 سنين؟ أه؟ عندي 3 سنين. باهي العرس. عندي عامين واش هكاك. عامين نسيت هذايا مزمر عليك بعد. ايه عامين واش؟ عامين واش؟ جيتي دخلتني 4 سنين عبيد نقص عام يا اخي. عامين واش؟ عامين واش؟ باهي العرس. باهي على الاخر والله. بالحق. بور لو مومون باهي، والله باهي على الاخر اقسم بالله. تعاونها المرأة شوية في الدار ولا شوية شوية؟ سيرتو في رمضان توا. لا فيش نعملها. في الكوجينة مثلا. لي نعاونها بجيبي نجيب لها قضية هكاك الباقي تتصرف واحد. بيخ ساعة نبدا وحدي نعمل لك العجة، نعمل لك وحدي. باهي خلينا نحكيو شوية كورة. مراد لعبت بها ماتش ميكازا اللي مع ستاد. لعبنا ماتش. شنو هي خسرت 3-2؟ خسرنا 3-2. كوتش عمل دوز ايكيب، عمل برومي تون ايكيب وعمل زومي تون ايكيب. هكا الله غالب خسرنا ماتش، لازمتنا جي الماتش هذا في الخسارة، وان شاء الله ما يجيش في البطولة ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نحكيو على بداياتك مراد، نرجع بيك شويه لتالي. اول نهار هزيت فيه الساك نتاعك باش تمشي ترينا في السي او تي، هكا ولا بديت في السي او تي؟ اي السي او تي. كيفاش جاتك الفكره؟ كيفاش عملت؟ والله مش فكره، هي انا نكور في الحومه صغير، نكور في الحومه. شافني واحد نذكر سيدي دابو سن، نشكره برشا، في الشارع قعد قال لي تترينا، قلت له راني ليه ما نترينيش، راني نقرا برك. قال لي تجي للسي او تي، قلت له نجي. ما صدقتش انا، فهمت. خويا عندي كان خويا بشير، زيد نحيي له تحيه كبيره برشا، هذا خويا اللي قف معايا ملي صغير يرحم والديه. تحيه ليه. تحيه كبيره، فهمتني. قلت له راهو هكا وهكا، قال لي نهزك علاش ليه. قد عمرك وقتها؟ وقتها عمري نتذكر 8 سنين. 8 سنين. 8 سنين. اه كا وخويا، خويا ما يقرا ويخدم قبل. يرحم والديه شريك. وقف معك. وقف مع شريك كربون، فرحان بيه وقتها برشا. مشيت بديت هكاك بريود هكاك، وبشوية بشوية الحمد لله. اش كان يخدم خوك؟ خويا كان يقرا، وكان يخدم في ديبو نتاع فايونس. رجعت له شوية توا. قد ما ترجع شوية، قد ما لقيت عائلتي، سيرتو عائلتي. أنا تحية كبيرة لأمي اللي هي مرا مجاهدة، بابا كما تعرف الله يرحمه. في أمي كي تشوف نحن بابا توفى ونحن صغار، معناها وصلتنا معناها بريسك الكل الحمد لله، فهمتني. نحب نشكرها برشا، اللي هي امراه مجاهده وربي يخليها لي. يعطيها الصحة. عايش. باهي كيفاش مشيت عملت تيست في سوتي ولا دخلت ديريكت كاو؟ لا 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 دخلت ديريكت. بالاكتيف خاطر؟ ولا لا اكتيف لا حتى شيء، اقسم بالله. نتذكر لونترونور شاف ديريكت مشينا وقتها بالليسونس نكاورو. قال لي باش صح صححت، فرحان برشا وقتها الحمد لله. قد ايه عملت في الليجون؟ وقتاش طلعت سينيور؟ قداش عمر؟ طلعت صغير انا، طلعت 17. عملت بريسك 9 سنين في الليجون، وبعد طلعت سينيور. باهي شنو حكاية ريفالدو؟ ولات حوامتي قبل كنت نقرع، فهمت، ديما نقرع. عندي شبيهة شوية. تشبه له شوية؟ عندي شبيهة شوية. في اللعب ولا في الوجه؟ لا في اللعب. لا لا في اللعب. شنو بعيد؟ في اللعب لا، خاطر كل واحد والكاليتي نتاعو، فهمت. اما في شبيه نشبه له شويه. قد ايه عملت سينيور في السي او تي؟ عملت 3 سنين. وبعد ديريكت خذيتك الكلوب؟ ومن بعد مشيت للكلوب. كيفاش جاي الكونتاكت من الكلوب؟ والله شكون كلمك؟ كلمني مراد قوبعه من الكلوب، وقتها عندي زاد بنزرت، فهمتني.
كلمني مراد قوبا قال لي ان شاء الله بشي راك باش تكون معانا وجينا للبيرو نذكرها في لاك دو. مشيت طلعوا تفهم هو وسي علي الكعبي المجال تاع هيا تفهموا مريقلين امورهم في الحكايه قعدت جوست الكونفيرماسيون مني انا فهمتني. مشيت تفهمنا واي واحد تسمع بالكلوب الافريكان ديريكت صح من غير ما تشوف حتى الكونترا. انت كلوبيست من صغرها؟ اي كلوبيست كلوبيست سير ما فما يجي معايا اخرى كلوبيست اما عائلتي مكشخه ما انا كلوبيست باه كيفاش كان اول نهار في الانترينمون؟ باه اول حاجه الساعه صدقت كي كلمتك الكلوب ولا نعرف الكلوب تاخذ من جمعيات اخرين ما تاخذش من ديفيزيون الصغار معناها سيرتو سيرتي كانت في الثالثه في الغالبيه الثانيه وقتها ديفيزيون 2 ملاعب من السي او تي باش يمشي للكلوب ظهر لي باليه كبيره برشا معناها باش تطلع كيف اول تليفون الساعه شكون كلمت قلت له كلموني الكلوب اول تليفون؟ ليه وقت اللي جاني تليفون انا وصاحبي صاحبي رامي في الدار قاعدين فوق استحم قاعدين هكا انا ورامي وبوه وجاني تليفون وانا وقتها عندي مازلت كي خديت تليفون معناها ما ينقصش برشا التليفون فهمت جاني تليفون الو الو فهمت قال لي مراكم معك مراك تقوبة راني هكا هكا انا مسؤول على الكيتمون الكلوب الجديد وكل شيء وهكا وهكا رانا تفاهمنا نحن والرئيس جوست تجينا اوديو هكا هكا ما صدقتش. أول حاجة عملتها شنو؟ أول حاجة مشيت عنقت صاحبي ديريكت، أول حاجة ذي، قلت له قال لي يلزم الكذب، قلت له والله العظيم، قال لي يلزم الكذب، قلت له والله ها هو النمر، بعد نحب نتأكد فهمت، قعدت نطلب في صحابي فهمتني، للي الطايسة زيدان كنت تسمع به فهمتني، وخدم برشا في سوق ملاسين وكلمت شكون قال له راهي كونفيرمي صحيحة على الحكاية خاطر هذاك عنده كل شيء فهمت، بغادي وقت صدقت كونفيرمي. عاود طلبت الغدوه مشيت للاك قابلته كل شيء وقابل سيسليم. كيفاش كانت العائله رياكسيون تاعها الوالده ولا اخواتك؟ اللي قلت لك انا ما صدقتش معناها يحسب الوالده فهمتني؟ راهي الكلوب فهمت انت تصورها معناها تحب ولا تكره اي واحد كيما ديفيزيون 2 تجي الكلوب افريكا معناها باش تقول لي عادي يكذب عليك اي جوار من الدو مشى للجمعيه كبيره وما يحسش الاحساس هذاك يكذب عليك. كيفاش اول نهار في التدريبات كنت تلعب في السي او تي باليه كبيره طلعتها تلقى روحك مع دي ستار في الكلوب كيفاش اول نهار في الانترينمون كيفاش دخلت الفيستير الساعه لي كوليس نتاع النهار هذاك؟ اي وقتها في رمضان انا اول سيون دي انترينمون ديجا وقت اللي مشيت ترينا ديجا نعرف دي جوار فهمتني سواء لعبت معاهم كيب ناسيونال ولا لعبت معاهم في لي جون مع الكلوب فهمتني كيما وجدي المشرقي علوش شوقي دحمان برشا معناها جواريت بديت مع هذوكم الاولاد بشويه بشويه اللي قبلوا جواريت قبلوا معناها النفسيه نتاعي قبلوها فهمتني فيسع فيسع انا دخلت في الجروب الحقيقه نتاع ربي فهمتني والحمد لله والحمد لله يا رب. تبدلت حياتك كنت عبد عادي وليت لعبت وقفك في الشارع و يعني قلت لك من بو عملت جمعتين وليت عبيد تصور معاك وعبيد فهمت نحس ما مشتكش شويه الحاجه هذيك لا الكره ما مشنيش يعني خاطر كي في الكوره انا ما عباليش فهمتني اما كوميم انت كنت في مع كل احتراماتي جمعيتي سيوتي كنت في نيفو تطلع النيفو بتصور معاك ويكلموا فيك ديزاجون ويكلموا فيك فهمت تتبدل حياتي.